لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يقول بعد التشهد عن عائشة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. هذا الحديث بصيغة الأمر، وفي حديث آخر حديث عائشة: وإذا تشهد، أي التشهد الذي قبل التسليم، التشهد الآخر. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. الحديث يحمل عليه، وما وهو يرد ما ذهب إليه ابن حزم من وجوبها في التشهد الأول، وما ورد من الإذن للمصلي بالدعاء بما شاء بعد التشهد يكون بعد هذه الاستعاذة لقوله: إذا فرغ فليتعوذ. إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، الآخر. والظاهر أن الكلام ده بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول ذكر في قوله: محمد رسول، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالظاهر أنه بمجرد ما يقول عبده ورسوله يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك يبقى يقول أتعوذ من الأربعة. قال في سبل السلام: الحديث دليل على وجوب الاستعاذة مما ذكر، وهو مذهب الظاهرية وابن حزم منهم، ويجب أيضا عنده في التشهد الأول، وده خطأ بلا شك. وأمر طاووس ابنه بإعادة الصلاة لما لم يستعذ فيها، هو عند مسلم معلقا، فإنه يقول بالوجوب وبطلان الصلاة من تركها. ومحتمل أن يكون أمر بها من باب أنه يكمل صلاته ويشدد عليه، لكن ظاهر الكلام أن طاووس يقول ببطلان الصلاة إذا تركها عمدا. ذكر عذاب القبر فيه رد على المنكرين لذلك من المعتزلة، والأحاديث في الباب متواترة. عندنا الأحاديث الصحيحة بس عن أكثر من 32 صحابيا، يعني 32 صحابي للأحاديث الصحيحة، وكل صحابي فيه عدة أحاديث، يعني احنا عندنا فوق 100 حديث على الأقل. أنا ما عنديش صارف لهذه الأحاديث عن الوجوب، ولكني أخشى مخالفة الجمهور لقول الظاهرية فقط، خصوصا طاووس لوحده هو الذي روي عنه ذلك. أنا أجبن أن أقول واجب فضلا عن تبطل الصلاة به، ولكن لا أدعه إلا يعني أن أعجز عن ذلك، أعجز يعني الصلاة أقيمت الإمام قال الله أكبر، يبقى لازم حسيب أقصى حاجة هوس اللهم صل على محمد وعلى آله. ممكن يتقال إن الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا سلم بعد التحية قال: عجل هذا، ثم أمره بأن يصلي على يثني على الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو بما شاء، ولم يأمره بالإيه؟ بالاستعاذة. يمكن أن يكون ذلك صارفا. الحديث ده مر قبل كده أظن، مش كده؟ لا ما مرش. حديث عجل هذا، ثم يدعو بما شاء مر. عجل هذا، كما عجل هذا طلع زيد بن خالد ولا لا مصطفى؟ زيد بن خالد عن ابي طلحه. ماشي. طب تعال علينا بقى عجل هذا. فتنة المحيا والممات، قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يجوز أن يقول من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهلات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت، أضيفت إليه لقربها، ويكون المراد على هذا بفتنة المحيا ما قبل ذلك.
حديث عجل هذا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه، فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء، ثم ليدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود وأحمد والترمذي. ما فتنة الممات؟ فيجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه، مثل ما روي ولم يصح أن الشيطان تمثل له في شكل أبيه وأمه، فيقول أحدهما مت على اليهودية ويقول الآخر مت على النصرانية، فهي فتنة نعوذ بالله منها، لكن هذا لم يصح. هل يمتنع أن يأتيه الشيطان في هذه؟ لا يمتنع، هناك يعني سوء الخاتمة حال عظيم، نسأل الله العافية. يقول: ويكون المراد على هذا بفتنة المحيا ما قبل ذلك. ويجوز أن يراد بفتنة الممات الفتنة بعد الممات، اللي هي فتنة في القبر، وأن يكون العذاب بعد الفتنة، لأنه قال من عذاب القبر، يبقى فيه تعوذ من فتنة القبر. وقيل أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر، وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة. ده من كلام الحسن: من شر فتنة المسيح الدجال. يقول المسيخ تصحيف، محدش يقول المسيخ الدجال، هي المسيح الدجال، لأنه ممسوح العين. وطبعا الكلمات بقى النادرة الشاذة، إن المسيح ولا المسيء، إنه يعني يقول بالتشديد والتخفيف، الكلام ده مفيش فرق بينهما. هو المسيح الصادق، المسيح عيسى بن مريم، ومسيح الضلالة، أو مسيح الهدى ومسيح الضلالة. مسيح الضلالة مسيح الدجال. المسيح ابن مريم صلوات الله سمي كذلك لبركته، ما مسح شيئا إلا يعني حلت فيه البركة. وقيل لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، ما عندناش دليل. وقيل لأن زكريا مسح، ما عندناش دليل. وقيل أنه ما كان يمسح ذا عاهة إلا بلئ، ده أقرب حاجة، أو كان يمسح الناس فيبرؤون، مش لازم كل ذي عاهة يعني. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. عن حنظرة بن علي أن محجن ابن الأدرع حدثه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. قال: قد غفر له ثلاثة. نادر جدا، بس ده حديث صحيح اهو، انه يقول يا الله، لان معظمها اما ربي واما يا رب واما اللهم، لكن هذه الرواية فيها يا الله. هذا في بعضها ان هذا قد سأل الله باسمه الاعظم، في بعض الروايات فيها لا اله الا انت، اللهم يسألك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. باب إخفاء التشهد. عن عبد الله قال: من السنة أن يخفى التشهد، يعني لا يجهر. هذا مذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء. لا أقصد إن من السنة كذا مرفوع، هذا مذهب الجمهور.
حديث أبا شرط الشيخين. قال الترمذي حديث حسن. بس الحديث مش عشرات الشيخين، لا ده خطأ، كلام الحاكم ده غلط، لأن محمد بن إسحاق هنا عنعنه، ولكن هو حسنه الشيخ ظهر بطرق أخرى، صححه الشيخ بطرق أخرى. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.